اهلا بيكم، عاملين ايه النهارده؟ معانا الجزء الثالث مع الحاج محمد حلمي. اتفرجنا عن الجزئين اللي فاتوا، استفدنا بمعلومات كتيره وعرفنا الاسعار، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا بالاجزاء اللي فاتت، ويعني نتمنى ان احنا نكون في حسن ظنكم دايما، وان انتوا تستفادوا من القناه، واللي عنده اقتراحات لاي حاجه يقدر يكتب لنا في الكومنتات تحت، واحنا نقدر ان شاء الله ننفذ كل اللي انتوا بتتمنوه. وما تنسوش شعار القناة مع سمكاته هتغير حياته. هنا عندنا برضو بلاد ميري، برضو الحتة ب50، يعني في تشكيلة كبيرة من الموجودة من الجمبري، يعني اللي عايز اي كمية ان شاء الله يلاقيها متوفرة عند الحاج محمد، وحجم حلوة وصحة حلوة يا جماعة. عندنا هنا سمكة من التترا اسمها كاندي تترا، سمكة حلوة قوي وسعرها على قد الايد ب35 جنيه، بتعيش برضو في المزروع. احنا اتفقنا خلاص عيلة التترا كلها بتعيش مع الزرع، عيلة التترا كلها جميلة شكلها ممتع قوي، وبتوع اسعارها في الحنين. يعني عندنا هنا جامبو امهات نيون تترا، طبعا مش هتكلم عنها، السمكه وسو بتلمع كده في الضلمه. احنا خلي بالكو فرقنا بين الكاردينال والنيون تترا، قلنا النيون تترا زي ما انتم شايفين اللون الاحمر كده بيبقى جاي من عند من تحت البطن لحد اخر الديل، انما الكاردينال بيبقى اللون الاحمر واخد من اول الراس لاخر الديل كده، ده عشان يقدر تميز. التترا بيبقى عندها قوة استحمال عن الكاردينال. دي هنا الحتة ب35 جنيه. هنا عندنا شيري بارب، دي من فصيلة البارب وتربيدو بارب، سمكة برضو جميلة وعايشة مع الزرع اهي، ومعاها فايتر عسل اهو ماشي في الطريق. ده الحتة هنا بكام؟ ب35 برضو، والسمكه سمكه جميله جدا، يعني الزرعه مع لون الاسماك ديت بيدي منظر مبهر، يعني بجد هتتبسطوا بيهم قوي. بصوا السمكه منظرها ازاي مع الزرعه، حلوه جدا وسعرها حلو. هنا عندنا سمكه جميله اسمها رايكن جولد فيش، في حب في تشكيله جولد فيش هنا ما بتلاقوهمش عند حد. دي الحته ب750، نعم ب750 الحته. رايكن جولد فيش سمكه شكلها جميل، يعني بجد احنا بنظلم الجولد فيش ده، في انواع منه تحفه. عندنا احنا خدنا الرانشو وخدنا وقلنا على اللايون هيد، في اشكال جميله جدا جدا جدا. الرساله فيها حاجات ممتازه جدا، ولسه في كمان عندنا البلاك بيري عسل هتشوفوها كمان شويه. هنا عندنا الريد جويل برضو ب150 جنيه زي الحوض اللي قبل كده، السمكه صحتها حلوه اهي وجميله، يعني الناس بتطلبها كتير الريد جويل، ان هي سمكه لونها ممتاز 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 وسهلة التفريخ. طبعا فصيلة السكل الافريقي مش صعبة، يعني هي سمك جميل جدا في تفريخه، وبعدين فيه متعة. يعني هنا عندنا الجيلي لايون هيد مقاس اصغر من اللي قبل كده، وده سعره على قد الايد ب150 جنيه. يعني لو عايز حاجات على قد الايد هتلاقي كذا نوع متوفر، في احجام صغيره وفي احجام كبيره، اللي حابب الصغير موجود. وسمك جميل اهو، وشايفين الهيد بتاعته يعني سمك رائعه. بصوا اقرب لكم كده سمكه عسل عسل، ربنا يبارك اللي ياكلها. هنا عندنا تشكيله جميله برضو لهواه الولود، السورد تيل كنا اتكلمنا عنه برضو في حلقه، من الاسماك الولوده اللي برضه بترمي زريعه كتير. ده هنا الحته ب35 جنيه، حجم حلو صحه حلوه زي ما انتم شايفين.
ماشي. وعندنا في هنا الكندي تترا سمكة يعني بصوا منظرها تحفة، تحس ان هي عاملة زي الطيارة كده ب50 جنيه. وهنا عندنا بالون بوسيمان الحتة ب250 جنيه. في حبة في تشكيلة سمك جايين يعني مش موجودين عند حد، عند الحاج محمد حلمي. هنا عندنا برضو تشكيلة جميلة من الجولد فيش، الوان مختلفة. بصوا الجمال دي، هنا الحتة ب150 جنيه. في هنا اسعار على قد الايد عند الحاج محمد حلمي، وما تنساش تسأل على العرض. البلاك بيري جولد فيش، التوت البري على رأي الحاج محمد حلمي، ده هنا الحتة ب600 جنيه. يعني يا جماعة ما شاء الله، ربنا يبارك اللي ياخدها، وربنا خلق مخلوقات يعني قمة في الجمال. شايفين التفاصيل بتاعت الهيد، سبحان الله، يعني متعة يا جماعة. هنا الحتة ب600 جنيه. هنا عندنا لهواة الشريم بقية التشكيلات، الجمبري الشريم ريد فاير شريم الحتة هنا ب50 جنيه. اللون الجمبرية بينطق يا جماعة، حلوة أوي. هنا عندنا نيون تترا حجمه أصغر شوية عن اللي فات ب30 جنيه. بصوا أنا يعني هجيب لكم السمكة من بعيد كده، بصوا المنظر يعني ضاقة بس ضربة. بصوا منظر السمكة رائعة 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 يا جماعة. بصوا الألوان، بصوا الخط النيون رائع. حتة سمكة ب30 جنيه، ده يعني رقم حلو جدا. يعني انت تقدر تعمل حب مزروع عندك نيون تترا، جميل جدا جدا جدا. هنا عندنا الجرين سكات، سمكة منظرها رائع، دي ممكن نسميها ايه، ام العيون السود الجرين سكات. الحته هنا ب200 جنيه. هنا عندنا كلاون لوتش احجام حلوه وسعر محترم عند الحاج محمد حلمي ب175 جنيه. طبعا ده من السمك الخدمي زي ما احنا متعودين في كل فيديو. وهنا عندنا الهونداي اير سيتر، هي بس مستخبية مننا، قلقت او بيرل اير سيتر. دي برضو ايوه هي بتقل عليها جسمها كده في لمعة. وهنا عندنا الريد تيل بلو بوتيا، دي الحتة بكم؟ 250 جنيه. دي برضو اكلة طحالب صح؟ اكل الطحالب يعني الحوت ده كله. بصوا كده ده كده الحوت كله دوت من اكل الطحالب كله، بيعيش مع الشرس. يلا بينا، حوض من الاحواض الرائعة، ريد باروت وتشكيلة كده يعني لقلبك يحبها، وريد سبوتيت سافاريوم. وفي عندنا هنا حتة واحدة قورة اهي، دي ب750 جنيه، اللي بيحب القورة سعر يعني مفيش زيه عند الحاج محمد حلمي. الريت برضه بكام؟ ب400. وفي عندنا هنا بلو جاك ديمسي دكر، يعني حجم جميل، حجم رائع وسعره حلو. سعر كم؟ 250 جنيه. يعني الحاج محمد حلمي بيضحي وبيمتعنا، وانا بحاول اجيبه مش عارف اجيبه من الريد بارت. ماشي، والريد سبوت السباريوم 150 جنيه. في عندنا هنا البلاتينيوم بنجاسس بكام؟ 150. حجم حلو، 20 سم. بصوا السمكة أمورة عسل، وعدة مع الشرس، مع الريد باروت والقورة يعني.
بصوا يا جماعه القوره سمكه صحتها حلوه والصراحه يعني هتبقى مطمن على السمكه حتى لو عايز تشحنها من بره. هو بيعمل باكجينج كويس جدا وبيستخدم اكياس كويسه جدا فتاخد وتبقى مطمن. فين وراح فين؟ ايوه مع محشور وسط الزحمه. بص الحب منظرهم بعيد يعني لهواة الشرس الاوسكار ريد تايجر. هنا عندنا حجمين، في حجم كبير شويه المقاس دوت، بصوا اهو ظهر اهو هنا المقاس دوت ب 250 جنيه، وفي عندنا الاحجام الصغيره سعر كويس جدا 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 مع الحاج محمد حلمي 100 جنيه. سمكه صحتها حلوه وجميله. اللي ورا اللي كام؟ سعرها كام طيب؟ السعر هي عامه اسمها جولدن سترايك هجيب لك ارقام ماشي. اللي سعرها كام؟ تقريبا ال 214 ال 214 السعر كام بقى؟ 150 ب 150 هي طبعا ب 150 حلوه، سعر حلو جدا جدا جدا. وهنا عندنا بولي باتروس الالبينو العسل، وانا شايف كمان ريد اي بكام؟ 250 جنيه، وفي حجم صغير كمان ب 150. يعني هتلاقي كل حاجه متوفره بكل الاسعار، يعني ما قدرتش تشتري الكبير هتشتري ايه اصغر شويه. هنا عندنا بقيه تشكيله الجولد فيش الريد كاب ب 450 جنيه. بصوا يا جماعه الهيد جميله، ربنا هيبارك يعني اللي هيشتريها، سمكه حلوه والهيد جميله، وبجد يعني ربنا يكرم الحاج محمد حلمي فيهم وربنا يحسن سوقهم ان شاء الله ويوسع عليه كده. راجل قمه في الاحترام، وانا من الشخصيات اللي انا اتشرفت بمعرفتهم. يعني هنا عندنا هاني جرامي، سمكه شكلها جميل جدا جدا، حاجه قريبه شويه من يعني في منظرها كده قريبه من ريد جول، سمكه حلوه. وهنا عندنا الالقايتر اكل الطحالب، وفي عندنا هنا رابت سنيل وطير سنيل زي ما انتم شايفين، الرابت سنيل ب 75 اكبر من الصباع اهو، والالجا ايتر بكام؟ 35 والهاني جرامي 75 جنيه. اسعار يعني جميله وسمك حلو اهو يا جماعه. بصوا منظر الجرامي، انا اول مره اشوف جرامي بالجمال ده. في كمان كان في بارادايس قبل كده صورناه كان برضو شكلها حلو جدا. هنا عندنا ريمبو شارك الحته ب 50 جنيه. هنا عندنا السيلفر درر ب 75، وفي حبه بلو بارود كده. البلو بارود بكام يا حاج محمد؟ 35 جنيه. شبابات. هنا عندنا بقى تشكيله كبيره من السيكلت الافريقي، جبناه الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عنه. يلو ليل في اوراتوس، دي احجام كبيره تلاقي عنده كل الاحجام متوفره، في الحجم الصغير على قد الايد وفي حجم كبير. ما تنسوش الدعم من اللايك والسبسكرايب. باي باي.